السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبداو كالعادة نصلوا كامل على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي تحب تبعث لي قصتها ما تنساوش الواتساب، راهو في صندوق الوصف، راني نستقبل فيه قصصكم. معكم نوال. تعرفت على واحد فاميلتي من بعيد، ما يقربناش بزاف وما نروحوا ليهم ما يروحوا لينا، فوحت الجنازة تاع راجل خالتي. وكي قلت لكم تعرفت عليه ماشي معناتها راني درت معاه علاقه وليت نتلاقى معاه، لا لا، مجرد نظرات نتاع اعجاب. هذا ما كان فاتت هذيك الجنازه وكل واحد راح لدارهم، انا وليت نتفكروا مره على مره، وشاءت الصدف اني نعاود نتلاقى به للمره الثانيه بعد مرور عامين ونص. انا نسيته كامل، مي هو كي شافني تما قبضني قال لي حبيت نهدر معاك. قلت له ايه تفضل، وتوالمت باش نهدر معاه باسكو اول مره تلاقيت معاه في جنازه عكس هاد المره اللي كان عرس. قال لي انتي ما راكيش مخطوبه ولا؟ قلت له لا لا. قال لي لو كان نجي نخطبك؟ قلت له بيان سور نقبل الا كان فيك المواصفات اللي نتمناهم. حتى واش هدرت معاه الشيه هذيك لقيت خبر ماشي مليح عند بابا، قالوا له باللي بنتك كانت تهدر مع واحد الشاب هذا فاميلتي. المهم هو قتلني بالضرب وقال لي نحرمك من الخرجه وما زيديش تروحي لحتى بلاص ولا يشك فيا. وكيما اي اب يغير ويخاف على بنته، انا عذرته وحسنت عونه، وصح قلت الحاجه اللي درتها ماشي مليحه، وحسيت باللي صح غلطت كي هدرت معاه. نورمالمون الا حب الزواج يجي ديريكت من الباب الواسع، وراهم كامل لا فامي تما يقدر يسقسيهم عليا. كبرت الحكايه، الشاب هذا جا باش يتكلم مع خويا، ايه باش يقول لهم راني ناوي نخطب نوال. بصح المشكل في بابا اللي شافو حب يضربو وقال له كان زيد نقبضك هنا نذبحك على رقبتي، لكن الحمد لله اللي فاتت على خير. وقال له بلي انا كي تكلمت معها سقسيتها الى مخطوبه ولا لا؟ لا هذا ما كان، وراك تعرف النساء يهضروا ويزيدوا في الكلام، ربي وكيلهم ان شاء الله. المهم داروا فيا تيكي كحل بالسيف ويلا خرجت منه. وفي اخر المطاف هو جا خطبني رسميا وتم زواجي معاه. ما كنتش نعرف عقليته وجامي ويلا تكلمت معاه، ما مدرنا الفاتحة وكاع. كنت نقول الزواج التقليدي راح يكون اجمل واروع، بصح صدقوني ربي كي يكتب لك حاجة يكتبها لك في حياتك. يا اختي راح نبدا نحكي لك واش صرا في حياتي والدموع غلبوني. نقول لك كلمة برك، ان شاء الله المتابعين ما يظلمونيش، يتبعوا قصتي كاملة ويفهموا واش كاين واش ما كاش. الراجل هذا اللي كان اسمه مصعب كان يحبني يقاتلني ويموت عليا ومعيشني احلى معيشه في البدايه. انا كان ما عندي حتى دار معاه، عجوزتي من النهار الاول قالت لي ماذا بيا تخرجي منا وتروحي تستقري وحدك. انا كنت نقول ايه حبت لي مصلحتي وراي حابتني نتهنى مع راجلي، بصح لا لا كنت غلطه بزاف في حساباتي. هي كانت حابه تخرجني من تما باش تزوج وليدها الاخر اللي تحتي اللي كان ما على بالوش كامل بالزواج، عنده دائما الحرقه في راسه، وكل ما نتلاقى به في الكوزينه ولا يقول لي ديري لي قهوه سقي لي ناكل. وانا كنت نحترمه لدرجه كبيره، وراجلي كان موصيني باش نتحجب امام رجال كامل حتى باباه. ايه كان مزير، انا كنت نطبق اوامره بالحرف الواحد، وراجلي راهو عارف الداخلية أحسن مني. على هذا كنت ديما نتحجب ونلبس جبب مستورين باليدين، وعجوزتي كي تشوفني هكذاك تقول لي هكذا راكي ديري النميمة والنش، دخلي أفكار سلبية في نظر سلافاتك وتانيك في نظر رجال اللي هما الواسي، باسكو هما ما كانوش كاع يتحجبوا غير أنا برك. وقعدت تما عايشة 8 شهور، جوزتهم كحولة، صراو بزاف مشاكل اللي ما رانيش حابة نفصل فيها وندقق مع ناس داري. هي اضطرينا ان نخرجوا من هذيك الدار، بصح ما رحنا كرينا ما رحنا شرينا. صاحب راجلي كان ورالو واحد ديسبونسير كان مهجور وما يداو فيه ما والو، بحكم في وقت الارهاب هجروا هذوك المناطق كامل. قال له شوف كاين ناس بزاف صدموا على هذوك المناطق وراهم ساكنين، كاين اللي عندهم ارض عاودوا استرجعوها وبناو فيها، وكاين اللي لا راحوا الاملاك الدوله وقعدوا تما. راجلي خاف قال له شك تهدر يا راجل، كيفاش نصدم على ديسبونسير وكاع؟ قالوا ايه راهم كاع صادمين وساكنين، المهم راهم كاينين تماك بلايص شابين ومبنيين وواجدين، وانت يا سقمهم كي شغل شومبرا. قالوا ايه ولو كان تجي لينا الدوله دخلنا للحبس على بالك؟ قالوا راني نقول لك روح، كاين الناس عندهم قريب شهور وما مستقرين، واحد ما جا حوس عليهم.
انا دلال الخير، راني نقول لك باش تستقر انت ومرتك، ماشي راك تقولي عندي مشاكل. قالوا ايه كاين بزاف مشاكل بصح راني خايف. قالوا مالا، نقول لك حل، روح عيط لخوك هذاك العازب، قول له يصدم تما، يقعد يومين 3 ايام ويشوف الحاله، الى لقى ما كاين والو روح انت ومرتك وعيشوا فيها. قالوا ان شاء الله ان شاء الله نفكر فيها. هو قاعد يتكلم مع خوه هذا اللي قلت لكم كل مره يحب يداصرني. خوه فرح بزاف بزاف وقال له ايه ما كاش مشكل، نروح نصدم وان شاء الله برك ما يجوش يحوزونا ولا يدونا للحبس. انا خفت عليهم كراف، على بالي بلي هذه حاجه راهي من املاك الدوله، ما لازمش نصدموا ولا حتى نتعداو عليها. لوسي صدم على هذاك الديسبونسير، ويا ريتو ما صدم عليه باسكو تبدلت حياتي من نهار سكنت تما. هو راح ولقى كيما قلت لكم شنابر بزاف، وكان كاين واحد المخبر في بوطاجي درناه كوزينه. عيط لي راجلي وقال لي صاي راهي فرجت غير روحي لتما. انا ما صدقتش، حكيت لعجوزتي قالت لي يا بنتي راني خايفه عليكم بزاف. قلت لها ما تخافيش يما، نروحوا لتماك ومليه لليه نزيدو نجوزو لي جندرم نشتكو باللي رحنا لهداك الديسبونسير سكننا فيه باسكو ما عندناش وين لا غالب. وهاد الفكره نتاع لوسي حكمنا هذاك الهربيل نتاع شيخي، دينا فيه شويه قش وما عين نتاع عجوزتي، قعدنا تما لداخل كامل، انا عجوزتي راجلي ولوسي هذاك اللي كسر الحيط، نقصروا مع بعضنا ونتشاوروا ايا ونسمعوا العيطه نتاع لي جندرم. حنايا ولينا كامل ميتين، هما دخلوا علينا هكداك في هذيك الحاله، اصلا ما كانتش عندنا باب، هذيك وين كسر لوسي باب درنا لي زهر برك. قالوا لنا شكون نتوما واش راكم تعملوا هنا؟ خزرت فيها عجوزتي وانا قعدت نبكي، درت خماري وتخبيت موراها. قالت له يا وليدي ما عندناش وين نروحوا، رانا ساكنين هنايا وليدي راهو عريس جديد. خزر فيها وقالها مدي لي الوثائق باللي انت متزوجه وهادو راهم وليداتك، وهذا تانيك عطيني الكارني تاعو باللي متزوج. على راجلي احنا كنا متولين، جبدناهم ومديناهم لهم قعدوا يقراو. خزر هذاك الشاف في راجلي وقال له على بالك بلي هذه املاك الدوله؟ قال له على بالي يا شاف، تحتمت عليا، راك تشوف المراه نتاعي راهي حامله، نسيت باش نخبركم باللي كان وجهي كحل مبان كي شغل جيت من كاش غابه باسكو الدسه جاتني في وجهي. قال له هذاك الشاف تبعوني. رحنا معاهم، عجوزتي قعدت تما، اما انا وراجلي ولوسي تبعناهم بالهربيل نتاع شيخي. هما قعدوا يسقسوا فينا واحد الاسئله سكتوا برك، دخلونا في حاله. من بعد انا بديت نبكي وهو قال لي علاش راكي تبكي يا مدام، كيفاش تصدموا على املاك الدوله ومن بعد تجوا تبكوا وتشتكونا، راكم هايلين ما خرجناكمش من تما. من بعد تما تنفست الصعداء، فرحت شويه. شيخي كان واقف معانا قال له يا وليدي وهذوك اللي صدموا قبلنا علاش ما جيتوش وخرجتوهم؟ قال له اسمح لي الحاج، اروح دي بلاستي وخدم خدمتي. المهم بهدلو، وصح يعني من حقهم يستفسروا لانه الشيء اللي درناه ماشي مليح. قعدوا يتكلموا معانا وفهمونا باللي راهم رايحين يخلونا تما، بصح بشرط بريكه ما تتحط ما نبنوا فيها حتى حاجه، يعني الديسبونسير هذاك يقعد كيما راه، وشنو نديروا باب برك ونسقموا الحاله نحبوا نصبغوا ولا، فهمونا مليح. داروا لنا دوسي ورحنا والحمد لله كنا مرتاحين كامل تما. عجوزتي قالت لي صايي يا بنتي راهم جدرميه جاو وعطاو لكم الاذن باش تقعدوا هنا، وشنو انا درك نروح ما نقعدش هنا. على بالكم خفت خوف كبير باسكو هذيك البلاصه كانت بعيده بعيده على لافيل، وما كانوش كاينين ناس بزاف يسكنوا، يعني حتى قليله برك. هما راحوا خلوني انا وراجلي تما. من غدوة داك جالوسي هذا وقال له واش قلت له كان نقعد معاك هنا؟ الله يباك راهم 4 شنابر وكوزينه. قال له ما كاش مشكل، مال هادي شامبره وخرج بابك من الجهه اللي من، وحتى نتايا روح شوف كاش مرا تزوج بها باش نهار يبداو يسربيه وتدي سكنه وحدك. خزر فيه وضحك، من بعد شاف فيا وحد النظارات حسيت باللي فيهم حوايج انورمال. قعدنا عايشين كامل مع بعضنا، راجلي ولوسي يروحوا في النهار يخدموا وعشيه يجوا للدار، وكل خطره كيفاه، مره راجلي يجي قبل لوسي ومرات يجي لوسي قبل راجلي، بصح ما نشوفوش كامل باسكو داير باب جهه اخرى. قعدت مفوته ياماتي تما، زيت وجبت اول ولد ليا، انا فرحت به بزاف لدرجه ما تتخيلوهاش. راجلي كيف كيف، مي للاسف راجلي في هذوك اليامات اللي انا كنت نفسه حبسوهم العمل بسبب شجار صرا ما بين العمال وتمسح الموس في راجلي، باسكو هو يخدم في واحد الشركه يعس السكر الكاكاو، انه هذاك يخدموا فيه الكاطو، شافوا باللي نقص بزاف السكر ولاو يحصلوا في بعضهم، وراجلي مسكين بحكم هو المسؤول تمسح كل شيء فيه،
خرجوه وقعدنا هكذاك. غير لوسي يخدم ويقضي في اغلب الاحيان. مرات يجي ليا ويسقسيني واش خاص واش ما خاصش، نقول له خطره بصل خطره بطاطا راكم تعرفوا. واحد المره راجل خزر فيا قال لي ما زيديش تحكي معاه. قلت له واش بيك يا اخي راهو خوك؟ قال لي ايه خويا بصح راني نعرف عقليتو كيفاش دايره. قلت له ان شاء الله ان شاء الله. وليت جابت روحي منه بزاف، خاصه انه دركا وليدي بدا يكبر بدا يعرف صلاحه. وتانيك ولا كي يجي باباه يقول له عمي اليوم جا الكوزينة، عمي اليوم جا كلا. واكيد اي راجل راهو رايح يتوسوس. هنا بداو الضغوطات والمشاكل الكبيره ما بيني وبين زوجي. ولا يشك فيا يقول لي كيفاش نورمالمون ما تسمحيلوش يدخل كامل، تغلقي الباب بالمفتاح. قلت له خلاص كي راك تقول لي كي باهاك هاولي خوك قدامك روح وهدر معاه انا خاطيني. قال لي ما نقدرش نقولها له، اصلا على بالك باللي الدار هذه هو اللي صدم عليها، ولو كان ماشي هو ما نعرفش مستقرين هنا. قلت له ايه هذه ونعرفوها، واش راك حابني ندير دركا؟ صراحه وليت عايشه في جحيم حقيقي، المشاكل على اتفه الاسباب. ايه نسيت باش نخبركم باللي البلاصه اللي كنا ساكنين فيها كانت فيها واحد الواد شويه بعيد مي كارثه الناموس في الصيف. واحد الخطره كنت قاعده انا وراجلي عادي تعشينا وراني نرقد في وليدي في وسطنا. من بعد قال له بابا راني حاب نقعد عند عمي. قال له يا وليدي راهي 12 تاع الليل ارقد راك عييتني. المهم خزر فيا وقال لي هذا قي اليوم؟ قلت له ايه من الوحده حتى الربعة ونص. قال لي يا لطيف عييتيني على بالك خي شحال من خطره نقول لك الطفل كبر ما تزيديش تخليه يقيل هكا باش في الليل يرقد بكري. صراني قاش ما بيني وبينه بورطابل نتاعو صونا. انا خزرت شفت رقم يبان باللي جامي ولا عيط له لانه الاسم ما كاش. اهدر ويا ريتو ما هدر لانه الصوت كان تاع مراه. انا خطفت له البورطابل من يده وقعدت نهدر معاها. قلت لها شكون انتي شكون انتي هدري؟ وهي تقول لي سمحيلي 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 مشي بالعاني. قلت لها كيفاش ماشي بالعاني؟ اهدري شكون انتي؟ المهم هو قعد يجبد فيا ليه باش ينحي لي البورطابل وانا نجبد في روحي للطرف. غلبني نحاه لي. باختصار انا فهمت باللي راجلي راهو يخون فيا مع مراه ثانيه. قلت له بلي انت ما تحشمش حايرتو سبيتو صارت كبيره ما بيني وبينه. وليدي ولا يبكي ويصوغ ويقول عمو وين راك عمو؟ اي اسمع بحكم احنا حيط برك ما بيناتنا جا قاعد يطبطب في الباب. رحت نجري فتحت له قلت له شوف خوك واش راه داير فيا، شوف خوك. على بالي هاد الحاجه نورمالمون ما نديرهاش وما نقولش لوسي باللي خوك راهو خاين. مين اللي غالب؟ كنت في واحد الضغط ما يعلم به غير ربي سبحانه. هو قال لي ان علي بليس وش بيك هذا راهو زوجك وهادو راهم من ستع الحرام بالك هما يفرقوا بيناتكم. قلت له ما تقوليش هاد الهضره خوك خداع خوك خداع. ونسوغ ونعيط مزيه كنا في بقعه يعني ما كاش غاشي بزاف قدامنا صينو راهي صرات تبهديله كحله. راجلي جاي يتلح عليا ويضربني. حكمو لوسي وقل له واش راك دير تخدع فيها وتزيد تضربها. راجلي طبع خوه وقال له خرج من داري وما تزيدش تدخل هنايا. خلاص هذه هي النقطه اللي فيضت الكاس من اليوم وروح عاود ولي للدار ما تقعدش عايش معايا هنايا. خسر وقال له اسمع قل لك كلمه لو كان ما هو شافع فيك هذاك الطفل وهاد المراه لو كان راني حاوستك منه. قال له تخرج وتروح عندي يماك للمشاكل اللي تعودت عليهم. خسر فيه راجلي وقال له شنو هذه داري؟ قال له دارك ما دارك ما داري هذه راهي دار الدوله وراهي سمحت لنا كامل نعيشوا فيها مالا غير ريح عقل صينو نولو في حل وربط. انا عندي الكارني انت ما عندك والو. لوسي خرج وراح الغرفه نتاعو وقعد. زادوا صراو نقاشات حاده ما بيني وبينه خليت راجلي يخرج في انصاص الليالي. وانا كي فتحت الباب وقعدت نطلع عليه شفتو راح للواد. كانت كاينه واحد الحجره قعدت ما يخرب في البورطابل نتاعو. قعدت غير ندعي عليه بالشر وانا في قلبي لو كان نصيب نروح ندربيه داخل هذاك الواد نقتلو. لا غالب الخيانه ما كاش مره تقدر تتحملها. انا صبرت معاه على بالكم بلي كي ما كانش يخدم ابسط الامور مع راجلي اللي تخص المراه محرومه منها غير لوسي اللي تكرم علينا ويقضي لنا في الخضره والفاكهه ومن داك يجيب لنا الدجاج. كان مسؤول على عائله كامله. راجلي من هذاك النهار بعد عليا باسكو علاش غير يدخل نبداه بالمشاكل ونقول له شكون هاد المراه اللي راك تخدع فيا معاها. هو كل ما تلحق العشرة 11 تاع الليل يروح يقعد على طرف الواد ويقعد يخرب في التليفون نتاعو كالعاده. واحد المره خلاص الحق بيا الامر باش نروح للوسي
ونشتكيلو من كل شي كان يصرى. غلطت غلطة قد راسي اللي مستحيل نسامح فيها عمري. هو قال لي شوفي يا مرا، انا ننصحك اطلقي من عنده، ولا شوفي حل واحد اخر لي والمك. قال لي تعيشي يا نوال، ما زيديش تدخليني في مشاكلكم، على بالك بلي راجلك موسوس ودركا ما راهوش خدام، يولي يقولك شما حاجه ما بيني وبينك. هو هدر لي هاد الكلمه وانا وليت نترعد وحدي وحدي، ركيبي ماتو. قلت كيفاش راهو يفكر في هذه الافكار السلبيه وانا دايرته كي شغل خويا. رحت لغرفتي وقعدت متشخونه تما، ما نطيب ما ناكل ما نشرب. جازو 3 ايام، لوسي كل ما يدخل يحوس على وليدي يقعد يسقسي فيا كش ما كاين ناكلو. نقول له ما كاين والو، روح جيب مرا اللي طيب لك. هو ما على باليش واش فكر، ولا ما يجيش لعندي وتاني ما يقضيش. على بالي راح تسقسوني على مصعب، نقول لكم هو نسى كامل باللي عنده دار، ولا المكان المفضل ليه هو طرف الواد هذيك الحجرة. وانا حسيت ومتأكدة باللي راهو يتكلم في التليفون. راجلي تغير، ولا كل ما يدخل للدار ويشوف في عينيا نحس باللي راهو انورمال، يقعد يضرب فيا ويعاير. على بالي راح تسقسوني بالك على اهلي، ما محلهم من الاعراب. ايه هادوك ما راهمش اهل، باسكو كل ما نروح نشتكي ليما تقولي وشنو واقيلا كي تحوسي تطلقي. غير سي با لابان، قعدي صبري في دارك، راهو دوكا عندك طفل، مش كيما كنتي عازبه ما درتيهاش كي كنتي براسك ديريها دوكا. هيا وليت انايا صابره لكامل الهموم. اما بالنسبه لشيخي وعجوزتي ما على بالهمش بيا، خلاص خلاص جاوا برك. في المده الاولى اللي كانوا مشاكل مع الدوله، مره كنت راقده ومصعب كان برا قاعد، ادخل وحسبت لي انايا داخل يرقد في مكانه. انا غير نط نهال عليا بالضرب، ولا يحكم فيا من شعري ويسحب فيا. قلت وش بيه هاد الراجل، سبحان الله ما صرا والو ما بيني وبينه. اوه وقيله بنت على الصح. قعدت غير نسوغ ونعيط على لوسي باش يجي يسلكني، خلاص قريب ما قتلني. دخل وطبع الباب فور، شافوا في حاله كارثيه، نهال عليا بالضرب وليدي عيط ويبكي. المهم انا تفكيت منه بصعوبه، انا نطبع ولوسي طبع. اخطفت وليدي من البنك نتاعو، رحنا للغرفه نتاع لوسي. وكيما على بالكم غرفته فيها زوج بيبان، باب تدخل على شنابر نتاوعي وباب تخرجنا على الزنقه. راجلي قعد يطبطب في هذيك الباب بالفور، حب يكسره باش يزيد يدخل عليا ويضربني. لوسي قال لي يلا يلا نروحوا. قلت له وين تروح وين تروح؟ هو واقيلا دوكا راه مريض كاش حاجه صارت له على طرف الواد. قال لي قلت لك نوضي الجاي حركي حبه يقتلك. انا نبكي ونعيط، كنت بلا خمار. خرجت وطلعنا في الهربيل هذيك تاع شيخي اللي كان دائما يستعملها لوسي، طلعنا وهربت معاه. رحنا وما راناش عارفين وين نروحوا، انا طريق كامل وانا نبكي. هم رايحين يديروا فيا بلية في نصاص الليالي وين كنت يقولوا لي. ولو كان نروح لدار شيخي نفس الشيء. العقل ولا في راسي وقلت واش درت لو كان قعدت لراجلي يمرمدني يقتلني وما نطلعش معاه ونهرب. واش درت يا ربي يا ربي، سلكني راني بريئه ونيتي راك تعرف بها غير انت. للعلم وليدي كان معايا، واللي دايره غير يدي على وجهي وهو يخسر فيا ويقول لي واش بيك مقلقه هكذا، خلاص دوك نديك لداركم ولا لدارنا وتريحي. وهو كان مقارع على طرف لوطوروت. قلت له واش بيك انت راك مهبول، على بالك بلي درت غلطه حياتك خرجت معاك، دوك كامل راهم رايحين يشكوا فينا، اصلا راجلي موسوس بيك دوك يزيدك كتر وكتر. قال لي ايه هاد الحكايه ما حكيتيها ليش، وقعد يتكلم ببروده اعصاب. انا تما زاد خوفي اكتر واكتر، وليت شاده وليدي في حجري ونقول له ردني لداري ردني لداري. هو قال لي نردك لدارك خويا يقتلك، على بالي ونعرفه باللي مهبول، باين باللي راهو مركوب نجيبو له راقي. قلت له خلاص مالا روح للراقي ندوه. قعد اكتر من نص ساعه وهو يهضر معايا هضره غريبه، لي اسمحوا لي ما رانيش رايحه نقدر نزيد نفصل لكم، واكيد راكم فهمتوني، وانا ندمان ندامت عمري ونقول له غير ردني للدار ردني للدار. هذا هو كلامي المتكرر. هو فهم وقنع باللي انا ما رانيش حابه الحرام، وهربت معاه غير في خاطر راجلي اللي كان حاب يقتلني ويقول لي اليوم نكمل لك على حياتك. سي شاف فيا وقال لي شوفي كي دوكا يقطعك ما على باليش بيك، خسرت. قلت له اديني نشتكي به. قال لي ما نديك ما نحوس عليك، دار عليا كل حنش. دخل لغرفته وغلق الباب بالمفتاح. انا رحت لشمبرتي وخايفه في نفس الوقت ندعي غير لربي سبحانه. وراح لي الخوف بعض الشيء، خاصه انه راني دركا في داري
نقدر نعيط لبابا خويا اي واحد فيهم ونشتكيلو ونقولو يجي يديني، بصح كي كنت مع لوسي الهربه هذيك ما جابتش الخير. ودرك راكم رايحين تزيدوا تعرفوا الهربه هذه واش جا من تحت راسها. راجلي الليله هذيك قلت لكم ما دخلش كامل حتى غدوه من داك في النهار. انا عيطت لخويا الصباح شويه الفجر قلت له روح ديني، راجلي قريب قتلني البارح في الليل. جا وقال لي واش بيه هذا هبل. راجلي جا وصاب خويا في الدار قال له علاش ضربتها البارح، واش صرا ما بيناتكم، وشنو هاد المشاكل. خويا قعد يضغط عليه بالاسئله. راجلي خزر وقال له هو والله ما ضربتها، هي اللي راهي تضرب في روحها وتقول لكم ضربني. قلت له شنو خوك راه شاهد درك نعيط له. قال لي ما تعيطي له ما والو. سبحان الله راجلي ولا في وجه واحد اخر، انكر نكرا تاما هذاك الضرب اللي كان ضربني به البارح في الليل، وقال له راهي تكذب. المهم خويا راح وقال لي ما تكبريش الحاله، صلح ما بيناتنا، وليت معاه مليحه وشنو هو ما صابش خدمه. وقال لي مستحيل نخرج نروح نخدم ونخليك هنا. وقعد يهضر لي واحد الكلام يحبس لكم راسكم. قال لي على بالي واش كاين ما بينك وبين خويا من نهار جينا لهاد الدار. قلت له واش راك تهضر يا راجل، انت مهبول؟ على بالك بلي انا ما نديرش هاد الصوالح. ايه قل لي الخديعه نتاعك راك حاب تمسحها فيا. قال لي انا مانيش نخدع فيك، هذيك المراه غلطت حكيت معاها مره، المره الدوزيام حبت دير كونيسونس معايا، ودوكا رميت النيميرو نتاعها في لا ليست نواغ وما رانيش نحكي معاها كامل، غير انت اللي راكي تكبري في الحاله. قلت له خلاص مالا علاش راك تضل قاعد لي على طرف الواد. قال لي مانيش نقعد تماك. يا وهبلني على بالكم. مهم جوزت معها قريب اسبوع هكا. لوسي في هذيك السمانه ما بانش كامل، قعد عايش مع شيخي وعجوزتي، وهي اللي خبرتني وقالت لي علاش حوستوه من تما. على بالكم باللي راح تما ودار لي حكايه وحكايات. انا وراجلي قررنا باش نروحوا عند عجوزتي حطوا النقاط على الحروف ونفهموهم باللي حنا ما درناش هذا الشيء، هو اللي حاب يخرج من تماك. على بالكم عجوزتي دارت فيا اللي ما يندارش، قالت لي كيفاش هو اللي حكم لك الدار وبسبابه راكي عايشه ومستقره، ودركا حبيتي تخرجيه من تما. على بالك باللي نخرجك انتي ونروح نعاود نولي الجدار ميا هذوك ونقول لهم باللي راهي دير في امور تاع شعوذه. يا وانا حبست لي راسي، ولات تقول لي باللي انتي ما راكيش مرا تاع دار، انتي مرا خاينه وخنتي زوجك نهار هربتي مع لوسك ودرتي وصنعتي معاه. يا ناس قذف المحصنات، اتهمتني في شرفي، كلام هذا هضراته قدام راجلي اللي في هذيك الدقيقه ولا كل مهبول يحوس على خوه من دار لدار حب يقتلو. في نفس الوقت دخل المطبخ قعد يحوس على الموس وقال لي نذبحك، ما راكيش رايحه تكملي حياتك من اليوم وروح يسموك ميته. شيخي تدخل وقال له ايه الى خدعتك روح للقانون وتدي حقك. انا ما فهمت فيها والو، وشو هذا اللي راهو يصير من مورا ظهري؟ ايه انا اللي دخلت روحي في متاهه، انا اللي هربت مع لوسي ودرت غلطه حياتي، نورمالمون ما نخرجش نقعد لتما الراجل يقتلني ما نروحش معاه. هو كان عنده اهداف مور العمله الخبيثه نتاعو من بكري، ونشفى لروحي كان يهدر كلام ماشي مليح، بصح انا نقول لا لا راهو جان وكامل يهدرو كيما هاك، ما نعبرش الحكايه وما نضخمهاش. وكنت نقول له كراني رايحه نهدر، على بالي بلي تمسح فيا كلش ونبان آلة اللي ماشي مليحه، راني نعرف عجوزتي ما توقفش معايا. المهم قلت لكم خرجت من هذيك الدار كل مذلوله، كامل يعايروا ويسبوا فيا. جا بابا داني دوروه عليا وعمروا له راسه، وراكم تعرفوا الرجال كي ما يكونش كاين دليل قاطع باش تثبتي براءتك ما راهوش رايح يصدقك ابدا. رحت لدارنا وبابا حكى لي ما كلش. راجلي بعد ما انا رحت لدارنا هو كان حاب يطلقني وقال ما نزيدش نقعد معاه دقيقه، وخوه هذاك تعادى معاه ولا ما يجيش كامل لهذيك الدار ولا حتى هذيك داري اللي كنت ساكنه فيها. جهزوا 4 شهور على الحكايه وانا قاعده للذل نتاع دارنا، وديما يتهموا فيا بحوايج ماشي ملاح خاصه خويا اللي قال لهم ما رانيش حاب نشوف وجهها. راجلي ما دناش للشرع طلقني بالثلاث غير عبر ميساج في التليفون. واحد الخطره دخلني نيميرو جديد، قعدت نقول شكون هذا، رفت عادي هو هتر معايا لوسي. قال لي اسمعي ما تقطعيش نعطي لك حل باش تعاودي ترجعي لدارك. انا قلت ايه وعلاش لا، وش من الفايده نقعد هنايا. انا قلت في قلبي باينه الحل راهو بيدو برك، لازم عليه يصيبهولي. قلت له وشنو هو هذا الحل؟ قال لي شوفي نتلاقاو نعطيك دراهم نفحشش لك وليدك نتهلا فيه، وبالمقابل راح نثبت براءتك قدام
كامل العائله ونقول لهم ما كاين حتى حاجه، انا برك درت لها كيما هكاك باش تخرج لي من هذيك الدار، لاخاطش عندي مرا وراني حاب نتزوج بها. واش رايك، ساعدك هذا الحل ولا ما ساعدكش؟ على بالكم واش كنت ندير انا في هذيك الدقيقه؟ كنت ديما ندعي لربي ينصرني ونصرني بهذه المكالمه الهاتفيه. كاين بعض منكم حيلوموني يقولوا لي ايه مازال كي تحكي معاه، نقولكم لازم نحكي معاه، لازم باش نلقى دليل اللي يثبت كل حاجه. قلت له ايه راني موافقه، قلت له غدوه ان شاء الله عيط لي ونزيدو نقصرو. قال لي خلاص ما كاش مشكل، مهم في هذاك النهار فليك سليم يا تلف، وقال لي كل ما تحبي تهضري معايا عيطي لي. انا ديته معايا في الخط، هو ما صدقش كامل باللي انا راني موافقه. قلت له ايه مانيش حابه نيتم وليدي، حبيت نرجع لداري. قال لي خلاص ما لمشات. طلعت واحد لابليكاسيون في البورتابل، وكل ما كنت نحكي معاه ديما نخليه يعترف بكامل الاشياء اللي دارهم، ونقعد زعما نسقسي فيه، نقول له هذاك النهار اللي هربنا فيه انا وياك يا اخي ما درنا والو، علاش اتهمتني قدام الناس كامل؟ وهو يقول لي ايه كنت ندير فيها بالعاني، اكي على بالك علاش جوزت يا مات، حكيت معاه وديت تسجيلات صوتيه. قلت لبابا شوف بابا راني حاباتك تعيط لراجلي، نديرو قاعده هنا ونقصرو، على بالكم مام با ما حبش يهضر معايا. قلت له كاين دليل، دليل يبين فيه بلي انا خاطيني واش راكم تديرو فيا، وتانيك حبيت نرجع لداري ونلم وليدي مع باباه. قال لي ان شاء الله، حكيت لي ما اكيد كلش وفهمتها وسمعتها كاع لي فوكال. جا راجلي للدار هو مستغرب، في نفس الوقت قال لي مستحيل تقابليني، خليت له كامل التسجيلات عند بابا، قعدوا يقصروا غير هو وياه في الصالون ويسمعوا كل شيء. راجلي جاء وطلب مني سماح قدام بابا وقال لي سمحي لي، ما على باليش بلي خويا خبيث كيما هكا، شحال من خطره قلت لك ما تحكيش معاه، شحال من خطره قلت لك ما تداصريش، ولا تاره يلوم فيا وتاره اخرى يقول لي بلي خلاص ما كاين والو، دوك تعاودي ترجعي لدارك، وهو نقتلو ونحوزو من هذيك الدار. رجعنا لدارنا وثم كي تخلصي قبطوا قتلوا مرمدوا بالضرب، وانا حلفت على راجلي قلت له بالك بالك تغلط ودير له كشمارة وتخليه يروح يشتكي ويدخلك للحبس، راهو يديرها نعرفه خبيث. قال لي ما تقلقيش راني على بالي كيفاش نربيه، على بالكم باللي لو كان ما عيطش لشيخي وتدخل وصارت كبيره فريق في هذاك النهار ما راهوش رايح يخرج من تما، قعدوا شادين المواسل بعضهم، هذاك يقول له خرج لي من داري وهذاك يقول له خرج لي من داري. الجيران اللي كانوا تما سمعوا بالمشاكل الكارثيه اللي كانوا يصراو، هيا عيطوا للجدارميه جاوا لتما، صابونا سكتوا برك قريب راهم رايحين يقتلوا بعضهم، سلكوهم وداوهم وداروا لهم محضر. لوسي هذاك الخاين انسى كامل حكايتي ولا يقول لهم باصيك وندخلك للحبس. ايه راكم على بالكم الهدف نتاعو واش راح يكون مور ما زوجي يدخل الحبس. انا بعت واحد السلسله كانت شويه خشينه، جابت لي مكتوب لي كتب ربي، كلفت محامي لانه القضيه نتاعنا راحت لدار الشرع، وتما كنت حابه نهدر بصح قلت خلي البير بغطاه، صاي راجلي وراهو عارفني باللي عفيفه وشريفه واش نزيد فوق هذا الشيء. طلعت على خير، وهذاك المحامي الشاطر اللي كنا درناه كان خرج راجلي براءه، وقال بزاف تفاصيل في المحكمه عليا وعلى راجلي اللي ثبتت هذا الشيء. جاو الدولة عاودوا خرجونا من تماك، قالوا اللي يزيد يصدم لهنا راهو رايح يدخل للحبس مباشرة. انا رحت كريت ودرت دوسي نتاع سوسيال، وحاليا راني حامل ونستنى في السكنة دعولي بالفرج. اما بالنسبة لي هو عاود ولا لدار شيخي وعجوزتي وراهو ساكن ثم، ومؤخرا سمعت باللي اخطب وحدة وراهو رايح يتزوج، بصح انا هادشي كاع ما يهمنيش، اقطعت الصلة نتاعي معاه ومع دارهم نهائيا، حتى وصرا واش صرا وسمعت عجوزتي وشيخي الدليل مي هكذاك وقعدوا يقولوا لي انت هي السبب، انت هي اللي ما تسويش، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. كي سكننا وحدنا راجلي حسيتو باللي تذبذب، على بالكم باللي كان مسكون وانا لاخبر. بابا مسكين جاب له واحد الراقي ورقالو في الدار، وحتى رقالو على الخدمه اللي كانت واكست له، وين يروح ما يقبلوهش، والحمد لله صاب واحد الخدمه داخل واحد الشركه نفس العمل اللي كان فيه بكري حارس. والسبب الرئيسي وراء هذا كي
كان يروح يقعد على طرف الواد وكان فيه الزيق وحشاكم واشياء ماشي مليحه. هذه هي السبه، والحمد لله تحسنت اوضاعنا انا وياه. ادعوا لي ربي يسهل لي وينصرني على من ظلمني يا رب العالمين، وان شاء الله حكايتي تكون عبره ليك يا اختي في الله والمشتركين الكامل. نقول لكم ردوا بالكم، انا نيتي وصلتني للهلاك. شوفوا واش صرا بحياتي، هربت مع لوسي وانا ما رانيش عارفه باللي خبيث وغدار. هذه هي القصه، تسمعوها من الاول للاخر باش تفهموا احداثها وما تظلمونيش.